الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. بداية أتقدم بالشكر والتقدير إلى الهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ممثلة في قناة الشرقية من كلباء على هذه الاستضافة للتحدث عن للتحدث في هذا البرنامج، برنامج كفيت ووفيت، لفئات يعني لفئة المتقاعدين يتحدثوا عن مجال عملهم وما قاموا به لخدمة الوطن المعطاء، وذلك تقديرا لما قدموه من خدمات بارزة ومعطاءة. طبعا بداية أعرفكم على اسمي، الدكتور عبيد صقر صالح حسن المراشدة، من مواليد 4/1/1958 في مدينة كلبة فريق البحر. درست في مدرسة السيف العربي الثانوية على منهاج دولة الكويت في ذلك الوقت في عام 1965، المرحلة الابتدائية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الثانوية. طبعا دراستنا فطبعا في المجال المدرسي شاركت في المجال الكشفي، كنا نشارك في المجال الكشفي، فنشارك في معسكرات الكشفية اللي قيمت داخل الدولة وخارج الدولة. كنا نشارك في ما يسمى بأسبوع المرور، أسبوع المرور نشارك دائما كل أسبوع، يعني كل سنة يسوف أسبوع المرور، فنشارك مع رجال المرور في التدقيق على السيارات، وهذا يعني يقول مثلا يقول وجد السيارة صالحة للسير، يعني ونحط عليهم ستيكر على الذي. فأيضا شارك في معسكرات العمل، معسكرات العمل داخل الدولة وخارج الدولة، شاركنا في معسكرات العمل في كان في الفجيرة، في أبو ظبي، في دبي شاركنا، وأيضا شارك في معسكرات العمل خارج الدولة، في شاركنا في جمهورية السودان ممثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة عطبرة، سموها مدينة الحديد والنار هم يسموها، فشاركنا هنا في معسكر عمل دولي من جميع دول العالم، احنا كنا ممثلين دولة الإمارات العربية المتحدة، فشاركنا في زرع في الزراعة وفي تشييد بعض المدارس، ويعني المهم الأعمال التطوعية. شاركت أيضا في معسكر العمل الدولي في جمهورية مصر العربية في مدينة الإسكندرية، في مدينة الإسماعيلية، شاركنا ممثلين أيضا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الشباب والرياضة، كان في معسكر عمل دولي. أيضا في هذه المرحلة هي مرحلة الدراسة، أيضا أنا يعني كنت منتمي لنادي الاتحاد، نادي اتحاد كلبة، أول شيء يعني كلاعب في كرة القدم، وتدرج في المراحل، وبعدين في لاعب تنس طاولة، مثلت النادي يعني على مستوى المنطقة الشرقية وعلى مستوى الدولة. أيضا شاركت في بعدين في هذا يعني شو اسمه في الإدارة، يعني التقيت في مجلس إدارة نادي الاتحاد، ففي هذيك السنة شاركنا في مجلس الإدارة، في هذيك السنة أيضا صعد نادي الاتحاد إلى مصاف أندية الدرجة الأولى. طبعا هذه كانت المرحلة في مرحلة شو اسمه الدراسة الثانوية. بعدين انتقلنا إلى المرحلة طبعا المرحلة الجامعية. المرحلة الجامعية كان يعني النية لنا ندرس في يعني ندرس برا. تخرجت طبعا في الثانوية عام 1977، وفي هذه السنة افتتحت جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكان لنا احنا الشرف الانضمام لهذه الدفعة الأولى. فقبلت في كلية العلوم الإدارية والسياسية بجامعة الإمارات عام 1977. فهيئوا لنا جميع سبل الراحة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، فيوفروا لنا يعني الوجبات كلها، يعني من الإفطار والغداء والعشاء. حتى في البداية نحن ما كان في مطعم هناك، فكنا نروح لين فندق هيلتون العين، فنتناول فيه الوجبات مالنا هو الغداء والعشاء. والإفطار طبعا يجيبوا لنا في الصناديق يوزعوا علينا في السكن مالنا يعني. ولله الحمد يعني كنا مرفهين، حتى كانوا يعني بعد يصرفوا لنا رواتب شهريه من جامعه الامارات، رواتب شهريه، وايضا يودونا في رحلات داخل الدوله وخارج الدوله، وكان لنا نصيب. احنا اول شيء يعني ودونا في يمكن في السنه الثانيه في جامعه الامارات، ودونا رحنا الى جنوب شرق اسيا، فزرنا
هونغ كونغ، هونغ كونغ والفلبين. وطلعنا هناك على المعالم، المعالم الحضارية عندهم، المتاحف، يعني الأماكن، الجامعات الموجودة في هذه الدول، فزرناهم يعني. فهذا يمكن في السنة الثانية، ونطلع يعني على الأشياء اللي ندرسها، اللي نشوفها ندرسها نظري، نشوفها هناك عمل، لأنك مثلا ندرس في الجغرافيا أو في التاريخ طبعا، فتشوفها هناك على تشوف الأنهار والسهول والوديان يعني في هذه الدول. أيضا في يمكن في السنة الثالثة بعد ودونا لأن دول أوروبا، نحن كان نصيبنا ألمانيا، فزرنا أيضا زرنا ألمانيا، جمهورية ألمانيا. كانت أول جمهورية ألمانيا، كانت جمهورية ألمانيا الغربية والشرقية، فنحن جمهورية ألمانيا الغربية، مدينة فرانكفورت. يعني تخرجنا في 1981، وتشرفنا بلقاء سيدي صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، اللي كان هو شد على أيدينا، اللي هو قام يعطينا توجيهاته، قال أنتوا يعني أبناء دولة الإمارات كلكم، فأنتوا يعني أنتوا الدفعة، وأنتوا اللي بتمسكوا يعني العمل في الدولة، وأنتوا أول دفعة يعني. فصافحنا يعني، سلمنا عليه وسلمنا الشهادات طبعا، وكفئنا بمبلغ 50,000 درهم من سيدي صاحب السمو الشيخ زايد، لأن كنا احنا أول دفعة يعني جامعة نتخرج على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. واشتغلت في وزارة الداخلية في أبوظبي في 1981، واستمريت في العمل في هذا المجال، المجال العسكري والمجال الأمني، لعام 2000 يعني تقاعدت من برتبة مقدم. يعني في نفس الوقت أنا اللي كنت يعني في قريب على التقاعد، فكنت أدرس في الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري في الإسكندرية، فحصلت على كمل الماجستير يعني، فحصلت على الماجستير في عام 2000 من معهد الجودة، حصلت على ماجستير إدارة الجودة الشاملة من الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري. هي كانت موجودة أول في دولة الإمارات، وعقب راحت مصر، والحين تفضل سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بإنشاء فرع لها هنا في إنشاء فرع لها في مدينة خورفكان، الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، تخرج ضباط بحريين يعني. طبعا بعدين رجعت، أنا كان موجودين في كلبة، فتقاعدت العمل التطوعي يعني، العمل التطوعي والعمل الخيري. فكنت يعني عضو في مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدارس مدينة كلبة، استمريت معهم يعني لعدة سنوات يعني. كنت بعد رئيس مجلس الآباء، ومجلس الآباء والمعلمين في مدرسة السيف العربي، لأن كان الأولاد يدرسوا هناك، والدي صقر والدي أحمد كانوا يدرسوا في المدرسة يعني. واستمريت في العمل التطوعي والعمل الخيري، ايضا كنت في عضو في العمل الخيري في جمعيه الشارقه الخيريه يعني، ما زلت حتى من الحين يعني معاهم يعني في كمتطوع يعني. وايضا حصلت في 2005 على جائزه الشارقه للعمل التطوعي، تفضل سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بتكريمنا يعني، حصلت على جائزه الشارقه للعمل التطوعي في 2005، واستمرينا في العمل الخيري والتطوعي يعني من ذلك الوقت حتى يعني حتى الحين. في عام 2014 قمت بتأسيس مركز الاتحاد لخدمات رجال الأعمال، اللي هو هذا تسهيل كلبة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يعني. فهالمركز يقوم بتعيين يعني يشتغلوا فيه مواطن يعني، احنا نقوم نيابة عنهم، ننجز معاملات وزارة الموارد البشرية والتوطين، نعين فيه مواطنين يعني، المواطنين يشتغلوا في القطاع الخاص، فيعني اغلب العاملين عندنا الحين كلهم مواطنين، من مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة. فنحن نقوم بإنجاز معاملات وزارة الموارد البشرية والتوطين، سواء للشركات او العمالة المساعدة، وايضا نقدم خدمات الهيئه الاتحاديه للهويه والجنسيه، اللي كانت اول الجوازات والهويه، ننجز معاملات وزاره الموارد البشريه والتوطين، او سواء للشركات يعني، ننجز معاملات الشركات
والمعاملات للأفراد يعني يعني كإنجاز تأشيرات وإقامات حق العمالة المساعدة، العمالة المساعدة يعني سواء حق خدم المنازل أو يعني حق يعني الفئات الأخرى. وأيضا ننجز معاملات وزارة اللي هي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مثل يعني كانت أول الجوازات والهوية، فننجز معاملات الهيئة مثلا في إصدار في طباعة التأشيرات والإقامات، وأيضا تجديد الإقامات أيضا، وأيضا طباعة الهوية وتجديد الهوية سواء للمواطنين أو المقيمين. نقوم أيضا بطباعة معاملات وزارة الصحة وقاية المجتمع في طباعة الفحص الطبي، سواء الفحص الطبي لل يعني للعاملين سواء في الشركات أو لخدم المنازل. أيضا نقوم بتجديد وطباعة الرخص التجارية لدائرة التنمية الاقتصادية لحكومة الشارقة، يعني وقعنا وياهم عقد، فكل المعاملات دائرة التنمية الاقتصادية ننجزها هنا، يعني تجديد الرخص التجارية. أيضا نصدر الشهادات العضوية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة. هذه يعني الأشياء اللي يقوم بها مركز تسهيل في الوقت الحاضر. أيضا إضافة إلى أن مركز تسهيل في عام 2018 حصل على يعني تصنيف ثلاث نجوم حسب برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، كأول يعني يعتبر يمكن كأول قطاع يعني مركز قطاع خاص في المنطقة الشرقية في كلبة وخور فكان ودبا، يعني يمكن ما في حصلين ثلاث نجوم، ونسعى طبعا للحصول على أربع وخمس نجوم يعني في المستقبل إن شاء الله. أيضا حصلنا على مركز متقدم في بالنسبة للمتسوق السري للمركز على مستوى إمارة الشارقة، كان المركز الأول اللي هو مركز الاتحاد لخدمات رجال الأعمال اللي هو تسهيل كلبة. أيضا في 2018 أنا حصلت على جائزة الشارقة للعمل الاقتصادي، فئة رواد الأعمال اللي هو سوته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فحصلت على الجائزة الأولى والمبلغ يعني المبلغ المالي في 2018 والمبلغ المالي المخصص لي بعد كان سبحان الله بعد 50,000 درهم. ومن أفضل الذكريات اللي هذا في 2011 أيضا شاركتنا في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي اللي قيمت على مستوى الدولة يعني ممثلا لإمارة الشارقة، حصلت على 370 صوت، ولكن طبعا هاي الاصوات ما كانت تأهلني لان يعني اكون عضو، لان كان المطلوب للدخل الانتخابات لحق الفوز لازم ثلاثة اشخاص بس، لان ثلاثة كان للانتخابات وثلاثة بالتعيين، فانا حصلت على 370 صوت. طبعا كنت يمكن المركز الاول على مستوى كلبة وخور فكان ودبا، سووا حتى كانت الانتخابات في جامعة الشارقة بس كان في فرع خور فكان، لأن كلبة ما كان بعد نمزة في 2011. من هاي الذكريات الجميلة يعني شاركنا طبعا لتلبية نداء سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة اللي هو قال لازم يعني المواطنين يشاركوا في الانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فشاركت يعني وكانت لنا تجربة يعني فريدة وناجحة يعني. بعد انتهاء الانتخابات طبعا انا كنت مسجل في الجامعه في جامعه عبد الملك السعدي في مدينه طنجه بالمغرب. في 2012 حصلت على شهاده الدكتوراه ايضا في اداره الجوده الشامله، كنت يعني حوالي ما يقارب من 3.5 سنوات كنت يعني اسير مرات في أروح للمغرب يعني، لأن حصلت على ناقشنا رسالة الدكتوراه يعني حصلت عليها في 2012. بعيدا عن العمل ومن ذكريات الطفولة، قبل كنا احنا ساكنين في فريق البحر، فريق البحر معروف كلهم يعني اللي أكثر يعني ساكنين فيه كلهم يعني يشتغلوا في مجال الصيد وعندهم بعد أيضا في الزراعة،
لكن انا ايضا كان حياه الوالد يعني يشتغل في مجال في الصيد في يعني يسوي الشباك وهذا في الصيد يعني. في نفس الوقت بعد هو كان امام مسجد الله يرحمه يعني امام مسجد عندنا هناك في المنطقه يعني في فريق البحر. ايضا خالي حسن كان عنده شاشه يسموها شاشه معروف ايضا انهم عندهم الشاشه من سوى من سعف هذه السعف يسيروا فيها يعني فيها من يسووها من سعف النخيل ويجدفوا عليها ويعني ويضغوا يعني يصير يعني يسمونه نتحلى عندهم نصير يعني نضغي معاهم يعني كنا نروح نساعدهم في مجال الصيد يعني هم طبعا يسموها الضغوة فاحنا نشارك وياهم في الضغوة فنروح نساعدهم يعني نسحب معاهم اللي يسموها البرامه ولا هذه مال اللي في يسموهم اللي مرتبطه مع القطين او مع هذا هي اللي يجمع فيها السمك الصغير. كان يصيد السمك الصغير في ذلك الوقت اللي دائما نتغذى عليه مثل الغليه يسموها غليه قرنشوعه سلبه هاي انواع الاسماك اللي كانت هذا. ويعني معظم الاهالي كانوا كلهم يعني يحاولوا يشاركوا في هاي الضغوه يشاركوا عشان يحصلوا لهم حلى يعني في ذلك الوقت يعني ما كان في يعني شو اسمه اسماك كثيره فاكثرهم كانوا يحبوا هاي الاسماك الصغيره اللي هي احنا نسمي فيه شيء يسموها الغليه والقرنشوعه والسلبه والهذي فهذه يعني من ضمن هذه. وايضا نصير مثل ما نقول قبل احنا نصير نصيد طيور طيره يعني طيره اللي على البحر هاي نسوي لها يعني نسمي كلاب فنصير على البحر هناك ساعات يعني من ضمن الهوايات ساعات هذا نصيد هاي الطيور يعني كذا بس لهذا يعني قلت صيد بالكلاب يعني يسموه عبارة عن الميدار اللي هذا فنحطي أو يحطوا فيه سم يحطوا فيه طعم يعني سمك هذا فتي الطيرة يعني كذا قبل كان فبعد هذا نشارك الألعاب الشعبية اللي يسم اللي يعني تقام للرجال أو الأولاد يعني على البحر شيء يسموه الحوسة شيء يسموه الكرابي شيء يسموه بعد يعني في هذه يعني يرموا مثل هاي يرموا الكره بالمصطاع هذه يرموها فالواحد يعني في فريقين فريق اللي هنا يرمي وفريق هناك يتلقى هذه يتلقى الكره يعني والحمد لله كانت ذكريات جميله ذكرياتنا ايضا كنا احنا نسير مثلا على المدرسه كنا نسير يعني نمشي ما مثل الحين قبل ما كان في باصات ما كان في هذا فكنا يعني مشتاقين طبعا نسير المدرسة فنسير نلبس هذا فنروح نمشي على الأقدام يعني لكن متى عاده مثلا مرات بعد نفرح مثلا يوم ينزل مثلا المطر وينزل الوادي فاحنا احنا نفرح نقول اليوم خلاص ما بنروح المدرسة يعني بنشوف اليوم مثلا نزل المطر والوادي مشى قلنا خلاص اليوم احنا خلاص ما بنروح المدرسة يعني ولكن والله الحمد يعني الواحد تعلم يعني شوف تعلمنا يعني في أيام هذا ما كانت هاي الأمور مثل الميسر يعني مثل الحين يعني ما كان في إنترنت ما كان حتى الكهرباء ما كانت في البداية ما كانت عندنا يعني كهرباء ما كانت عندنا كنا نعتمد على يسموه المصري أو هذا يعني يعني الفنر هذا الفنر اللي عبارة عن هذا مصر يسموه يحطوا فيه فتيلة هذا ويحطوا فيه غاز وهذا فهو كنا نذاكر عليه وهذا يعني نذاكر يوم كنا نذاكر وين نروح على البحر يعني فنشيل الكتاب ويانا هذا احنا كل واحد شال الكتاب مثل الحين شيل الكتاب ويانا نقرا نقول نذاكر يعني نذاكر هذا اليوم باكر علينا امتحان وهذا نتجمع كنا مع بعض يعني تعرفوا كل الاولاد يعني نتجمع مع بعض عشان كل واحد إذا ما عرف مثلا مسألة ولا شيء فيسأل ربيع يعني صديقه يعني ولله الحمد يعني فهذه وعقب الحمد لله طبعا احنا طبعا مثل ما تقولي عاصرنا مثلا جيلين مثلا جيل ما قبل الاتحاد وجيل يعني جيل الاتحاد
الحمد لله من قام دولة الإمارات في 1971، نحن في طبعا في رغد العيش. الحمد لله تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971، يعني من 7 إمارات في كلنا توحدنا كلنا في دولة واحدة، في دولة يعني يشار لها بالبنان والهذا. في البداية الحمد لله كل الأمور كانت يعني ميسرة، يعني الحمد لله الحمد يعني، فكل هذا يعني كان فمن أول ما مثلا بدأ الاتحاد وهذا، فقام يعطوا يعني الأسر وهذا يعطوهم مثل ما يقولون الشؤون الاجتماعية، يعني فيعطوا كل الأسر، يعطوا يعني الأسر يعني الأسر المواطنين يعني يحصلوا على المساعدات، مساعدات شهرية يعطوهم في الأسرة، يعني الأسرة اللي تتكون من هذا فليهم مبلغ، والأسرة الأكثر مبلغ أكثر يعني، هذا يعني من فضل الله. طبعا هذا يرجع إلى سيدي صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، هو اللي أسس وبنى هذه الدولة، وأخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد. ولله الحمد نحن نعيش يعني في رغد العيش، ولدولتنا الحمد لله الحين إشارة لها بالبنان. طبعا دائما كلها وحكامنا الحين، الله يطول في أعمارهم، دائما يريدون نحن دائما نكون في المركز الأول، دائما يريدون لنا المركز الأول. في عام 2019 طبعا أنشأت بعد شركة كلبة لإنجاز المعاملات الحكومية توصيل، هي عبارة عن سيارة فيها جميع الخدمات، نفس الخدمات اللي تقدم هنا في مركز تسهيل تقدم في هذه السيارة، فتطلب عن طريق تطبيق يسمه تطبيق توصيل، فتطلب السيارة فتصير للمكان اللي يطلب هذا، سواء في الشركات أو في المنازل، فتنجز لهم المعاملات، تنجز لهم معاملات هو يعني في اي اللي هو المكان اللي يرتاح له، يعني مثلا ما يبغى مثلا مراكز هنا ولا شيء. فاكثر شيء يعني مثلا للكبار، المواطنين، لاصحاب الهمم، يعني للنساء مثلا ما يريدوا مثلا يجوا المركز هنا، فتروح لهم السياره لمكان اللي هم يريدوه، تنجز لهم معاملات سواء انجاز معاملات وزاره الموارد البشريه والتوطين، أو اللي هي الجوازات اللي هي التأشيرات أو الهوية. وفي فبراير 2020 نلت ثقة سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتعييني عضو في المجلس البلدي لمدينة كلبة، ولا زلت عضو في المجلس حتى الآن. وأسندت لي رئاسة لجنة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس. طبعا الواحد طموحه أنه دائما يسعى نحو الأفضل، يعني دائما طبعا نسعى نحو دائما نكون في المركز الأول دائما باستمرار. طبعا فنحن طبعا في كمركز يعني كمركز الاتحاد نسعى دائما لازم نكون يعني دائما في المقدمة، نسعى ايضا دائما نكون كل معاملاتنا تكون معاملاتنا يعني معاملاتنا نحاول تكون معاملة إلكترونية، نحاول مثلا ندخل يعني شركاء جدد عندنا عشان ننجز يعني نحاول ننجز معاملات مهنية، يعني ندخل شركاء جدد عندنا عشان ندخل عشان ننجز معاملات مهنية. وكل ما هذا مثلا نحاول ان نزيد يعني عدد مثلا الموظفين المواطنين عندنا في المركز، يعني وادخال خدمات جديده، يعني ادخال خدمات جديده وشركاء جدد في المركز عندنا. يعني طبعا النصيحه اللي نقدمها للجيل اليوم، الشباب ما يتمسكوا بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، وان يعني يهتموا بالتقنيات الحديثه، ويهتموا يعني طبعا ببناء الدوله، لانهم طبعا على عاتقهم هي بتقوم الدوله، فلازم يعني أكثر شيء يهتموا ببناء الدولة ويتسلحوا بالعلم وبالمعرفة وبالتزود يعني بالأشياء الحديثة، يعني بالأشياء الحديثة والتقنية، يعني لأن الحين العالم كله عالم حديث، أشياء عالم رقمي، يعني كل أشياء بالعالم الرقمي والعالم. وفي النهاية نتقدم طبعا بالشكر الجزيل إلى قناة الشرقية من كلبة على هذا الجهد الذي يقومون به
يعني لإبراز دور المتقاعدين وما قاموا به يعني من خدمات قبل، خدمات جليلة للدولة يعني، وإبرازها بشكل واضح أمام الناس، حتى يتحلى بها، ويعمل على خطاها الجيل الجديد، فلهم كل الشكر والتقدير والثناء لقناة الشرقية من كلبة على هذه الجهود التي يقومون بها، فلهم منا كل التقدير والاحترام، ولكم أيضا أنتم كلكم كمقدمين برنامج، ولل يعني جميع العاملين بقناة الشرقية اللي تبوأت مركز، أنا أشوفه يعني كل يعني دائما كلهم يشيروا ليها بالبنان يعني، طبعا تبرز هي دور يعني تفاصيل الحياة في المنطقة الشرقية، سواء في كلبة أو خورفكان أو دبا يعني، فهي ليس مثلا حق مثلا في مدينة كلبة، وإنما في جميع تبرز جميع الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص في إمارة الشارقة ومدن الشرق الشرقية كلبة وخورفكان ودبا، فلكم مني كل الشكر والتقدير على هذا الجهد، واسمحوا لنا على التقصير.